عليها يا بنتي. زينب قتلتوها قتلتوها يا ابو جميل. لا سوري بقى، سوري في عينك. اسمع بس يا ابو الحاج، تلاقيها مسهوكي ولا غميان عليه؟ هنديها وصفه نشو، هخليها تفقع عطس، تطلع الميكروفات وتبقى سغسليه. ايوه هو قال لي كده. بره تهوه. ايوه بس صبرك بالله بس يا احنا بس هو الموضوع كبير بس يا حاج. موتوا البنت يا ربنا، موجود موتوا البنت. ما تخافش موتوا البنت. فينك يا برد عليا يا حبيبي؟ ست زينب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الدكتور هنا؟ ايوه هنا. خير؟ يلا يا دكتور بسرعه. ايه في ايه؟ خير يا عم درويش، في حاجه؟ حصل حاجه؟ مفيش حاجه، بس يلا نفوت على البيت تجيب الشنطه، وفي الطريق هبقى اقول لك. ايه هتاخد الدكتور وتروح فين يا عم درويش؟ اصل الحاج سلطان. الحاج سلطان؟ قرروا حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مات؟ لا، ده موت نفسه من عياط على بنته اللي ما حلتوش غيرها. مالها يا عم درويش؟ مفيش حاجه، جالها شويه مغص وشات اسهال. طببها تسوقي واسمه ايه ده، هو لغايه لما ابن عمك طبت ما حطتش منطق. يلا يا دكتور عبد السر من القهوه يطلع. روح انت معايا يا دكتور. وانت اجي معاك يا اشرف. خليك عليك. انت يا علاوي خليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. زينب، زينب رد عليا يا بنتي، رد على ابوكي. هو دكتور اتاخر ليه؟ زمانته جايه يا ابو الحاج، والشيف هيكون على ايدي ان شاء الله. هو الدكتور هيعملها ايه يا بنت يا فاطمه؟ بلاش جهل بقى. ايوه محدش اذى بنتي غيركم يا غجر. لا سوري بقى، سوري عيب تقول عليها كده يا ابو الحاج. دي وصفه متجربه 200-300 مره، بس مش محوقه فيها، هنزود الجرعه. يا بنت العمده لما كانت مرضان مين اللي عليكي؟ مش انا وتسوي؟ ايوه. هموت حالي يا ابا، هموت الشر. الحمد لله هي كانت مساويكي وغميان عليها وفقت. الوصفة نجحت. ايه 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 ايه. نعم احنا عملنا اللي علينا يا دكتور بسيوني. يلا بقى بينا من هنا عشان الليله اللي ملهاش ملامح دي تعدي على خير. هوني لا ممكن اتفتح من هنا الا لما اشوف بسلامته هيعالجها ازاي. قصدك مين؟ الواد الدكتور دي؟ ايوه انا لابد له هنا عشان لما معرفش يعالجها فضيحته هتبقى بجلاجل وعلى ايد ان شاء الله، ويبقى هارت لك. هارت لك؟ انا خايف يبقى هارت ليني. اتفضل يا دكتور. وصل وصل وصل. اتفضل. يا ساتر بسم الله الهادي. اتفضل يا دكتور. حالة بنتي ايه يا دكتور؟ طمني الهي، طمن قلبك يا ابني. بصراحة يا حاج زينب حالتها في منتهى الخطورة، ولازم تتنقل المستشفى بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياتها. هي عندها ايه يا دكتور؟ التهاب حاد في المصران الاعور، والوصفات البلدي بتاعت بسوقي وباسيوني عملت لها مضاعفات شديده. يا جماعه كان لازم حد يقولي من بدري عشان اقدر اتصرف. اني قلت كده، وابويا الحاج طوع عم تسوقي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي، المهم ننقلها مستشفى المركز ازاي؟ ننقلها منين؟ نجيب عربيه من عند هريدي. هريدي مين؟ الليله ضلمه زي الكوحي، وعبود ما نجيب العربيه يكون فات ساعه ولا اتنين، ده غير المسافه من هنا للمركز هي لها ساعه كمان. انا عارف في الدنيا حتمه كده ليه؟ دبرني يا دكتور، بنتي هتروح مني. مش عارف يا عم الحاج، هو الخطوره انه لو مر ساعه ولا اتنين من غير ما تتعمل العمليه ممكن لا قدر الله لمصران يفادي. طب والعمل دلوقتي؟ هنسكت لغايه لما البنت تروح مننا ولا ايه؟ هو ما فيش غير حل واحد يا عم درويش. نجيها نجيها، الهي نجيك. حاجة انا واجبي كطبيب اني انقذ حياة بنتك، بس عشان ده يحصل لازم اعمل العملية قبل ما المصران ينفجر، يعني دلوقتي حالا. هيعمل لها عملية المصران يا تسوقي؟ يا سنة سوخة يا اولاد. موافق يا حاج سلطان. هو الحاج سلطان اتهبل عشان يوافقوا؟ موافق يا دكتور، وامري لله. ده وافق. اخبر اخبر يا اولاد. بس يا دكتور بنتي. خلي توكلك على الله يا حاج، وخلي الدكتور يشوف شغله. خلاص يا ابني اعمل اللي تشوفه، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ان شاء الله.
بس لا مؤاخذة يا دكتور، حضرتك هتعمل العملية هنا؟ في الوحدة الصحية يا عم درويش، على الرغم من إمكانياتها المتواضعة، لكن الحالة اللي قدامنا عاوزة سرعة تصرف. إن شاء الله شفاها هيكون على إيديك يا دكتور. يبقى مفيش غير حل واحد للمصيبة السودة دي. حل إيه يا تسوق؟ تعال معايا وأنت تعرف. إحنا هنضرب عصفورين بحجر واحد. تعال. الحقنا يا سيد البدر، الحقنا يا سيد البدر. يا طويلة في ايه؟ عاوزين المعلم هريدي حالا. المعلم هريدي عندكم على الطوالة ولا ايه؟ يلا منك له. ايوه يلا يا معلم هريدي. سيد البدر، هريدي سيد البلد. خغاوري مين اللي بيزعق عندك ده؟ الحقنا يا سيد البلد، جايين لك في موضوع في حياة او موت. ايوه جايين لك عشان تمنع جريمة قتل. قتل؟ قتل مين يا حلاق؟ قتل زينب بنت عمك الحاج سلطان. مين ده اللي يقدر يقتل بنت عمي؟ ايه هو في غيره؟ وش الاخت اللي جه بلدنا على اخر الزمن؟ قصده على الواد الدكتور بتاع الوحده الصحيه. مغاوري اعمل شاي على بال ما اغير هدومي واسمع الحكايه من جوز دول. بالراحه بالراحه كده كل شيء تمام يا دكتور، ومصلح راح يجيب ست وجيده يمكن تفيد معانا الحضره. طب كويس. وعنه وراسه ألف سيف لا يفتح بطن البنية ويعمل لها عملية. وفين؟ في الوحدة الصحية اللي ما فيهاش حاجة أبدا. ودي حاجة عمرها ما حصلت من الزملاء الدكاترة. ده الدكتور اللي قبله ما كانش يرضى يفتح خراج إلا في المستشفى العامل في المركز، يقوم حضرته يفتكر الحكاية لعبة؟ لا سوري بقى يا سيد البلد، أرواح الناس مش لعبة. لازم تتصرف يا سيد البلد وتمنعه بالقوة. أيوة دي جريمة قتل مع سبق المصران والترصد. طيب وعم سلطان سكت ليه يا تسوق؟ ايه هو دريان بحاجة يا عيني؟ ده خلاص الراجل مخه هيشيك. هو سمع من الدكتور انه لو ما عملش عملية لبنته حالا هتموت. الراجل يا ولده بقى بيخطف. يا ولد العباية سلام وتعالى معايا انت ومجاوري. امرك يا سيد البلد. فين الواد الدكتور ده اللي هقطع خبره؟ بيعمل العملية لزينب يا هريتي، ادعي لها. انت اتجننت يا سلطان عشان ترضى ان الواد الدكتور ده يذبح بنتك قدام عينيك وانت وقت تتفرج؟ يا هريتي يا هريتي سيبنا في حالنا، سيب الدكتور يشوف شغله، سيبه ينقذ بنتي. طب واذا بنت عمي جرى لها حاجة يبقى ايه العمل؟ يبقى قضى ربنا ونزل وسيبوني في حالي بقى. هو يعني من قلة المصاريف ولا من قلة الدكاترة الكبار في مصر؟ طب قول لي يا أخي وأنا أجيب لها أكبر دكتور في البلد وأدفع من جنيه لعشر تلاف. يا هريدي فهم البنت كانت حالتها خطيرة، وعشان نوديها مستشفى المركز كنا عاوزين ثلاث ساعات تكون البنت ضاعت فيها. أنت فهمت ولا لسه؟ أنت فاكر إن أنا هسكت على الحكاية دي ولا هعديها كده؟ بس أما نشوف عمل إيه؟ موت البناية ولا لسه؟ فعل الله ولا فانك. ده بدل ما تدعي له ربنا يلهمه الصواب. يا حاج سلطان، حاج سلطان. خير يا درويش؟ بنتي جرالها حاجه؟ انا قلت الواد الدكتور دي هيوضرها، يعني هيوضرها. حرام عليك يا حاج سلطان، مش عارف فاكر لسه بنتك وضنار. بنتي ماتت. ماتت ايه يا راجل؟ كفى الله الشر، بنتك زي الفل. ايوه الست وجيده خرجت من اوضه العمليات وبتقول الدكتور عمل العمليه بنجاح للست زينب. بتتكلم جد يا درويش؟ وهي دي عاوزه هزار يا راجل؟ العمليه نجحت يا معلم هريدي. ايوه والست زينب ان شاء الله هترجع تاني زي الورده المفتحه. انت بتقول هترجع تاني زي الورده؟ يعني لسه حياتها في خطر؟ يا ويلو مني لو جرى لها حاجه. بنقول لك العمليه نجحت والحمد لله، وزلغ عنها الخطر والحمد لله. يعني اقدر اشوفها يا درويش؟ ان شاء الله هتشوفها يا راجل يا طيب. ربنا ينصرك يا دكتور، ربنا ينصرك ويخليك. لو فلت مننا المره دي يابا يبقى مفيش غير ان طخ عيار بنفسي ونخلص. ما تخافش مش هيفلت مني المره دي ابدا.
مش هيطلع النهار الا في ايدي الحديد، ومش هيعينه على النيابه وبعدها على السجن عدل. ازاي يابا؟ شفت النحس اللي احنا فيه ده يا بسيوني؟ هرتبك. ايه؟ هرتبك. معقول يا هنيه دي عمل عمليه؟ العمليه اللي عملها الدكتور بتاع الوحده الصحيه. طب اتفضل اتفضل يا هنيه اتفضل يا سلام اتفضل يا اب اتفضل. ها ازيك دلوقتي يا انسه زينب؟ الحمد لله يا دكتور، شكرا قوي على كل اللي عملته معايا. انا ما عملتش حاجه، انا اديت واجبي بس. يا خبر، ده انت انقذت حياتي يا دكتور. جميلك ده مش هنساه العمر كله. جميل ايه بس يا انسه زينب؟ الطب اولا واخيرا عمل انساني. المهم دلوقتي يا بطله، احنا هنضطر نحجزك معانا هنا يومين ثلاثه عشان الجراحه، وبعد كده ان شاء الله هنقلك البيت، وهبقى امر عليكي بنفسي كل يوم لحد ما تخفي. شكرا قوي، واسفه ان انا هزعجكم هنا. ازعاج ايه بس يا انسه زينب؟ ما تقوليش كده عيب. طب ده انا عشان ما تتضايقيش من القعده هنا لوحدك، كلفت مصالح انه يجيب لك الراديو والتلفزيون ويسهروا كلهم على راحتك، وصرحت كمان لفاطمه انها تبات معاكي، واي حاجه تحتاجيها انا تحت امرك. شكرا يا دكتور اشرف. ايوه، لا لازم الدكتور ده يقف عند حد. ازاي يعمل عمليه زي دي في الوحده الصحيه؟ انت ناوي تعمل ايه يا عمده؟ ايوه لازم تنورنا وتقول لنا هتعمل ايه يا عمده. النهار بس يشقشق عليا، هتصل بوزاره الصحه واقلب عليه الدنيا. لا انت هتنزل بنفسك المركز، ومغاوري هيكون معاك في العربيه. انا لولا مش عايز اسيب سيد البلد لوحده كنت جيت بنفسي معاك لغايه المركز. طيب ما كفايه اديهم تليفون، والتليفون اللي عندي هنا عيائي. مغاوري هتفضل مع العمده، ومعاك عربيتين هتروح بيه المركز وترجع بيه، ومعاك اللي اتفقنا عليه. ايوه بس ما فيش بس. عن اذنك يا عمده. ايوه عن اذنك يا عمده. انتوا خليتوا فيها عن اذنك. جري يا ولد، انت بتقعد قدامي وتحط رجل على رجل؟ اوه قوم فز احسن اطوخك عيار، اخلص 17 كفر من الرزاق. جرى ايه يا عم؟ قوم قوم فز، اجري اطلع في العربيه احسن، انا لما بشوفك دمي بيتعكر. قوم يلا قال. وايه اللي بيحصل ده؟ واني شغال خدام عند ابوه؟ تاني العمدة ولازم يقف عند حد. ايه وحدة العمدة؟ هرزي بقى فرعون. قال لي فرعون مين فرعانك؟ قال مش لاقي حد يلميني. طيب يا هريدي طيب، ليك يوم معاي زي ارمي الخروب. ايه وحدة العمدة؟ هريدي ورجالته طايحين في البلد شمال ويمين، لازم يعرفوا ان انت العمدة الحقيقة، مش شكشكة في ايديهم. اخلص يخرس غفير، اخر زمن ترى منك مش بقرشين. هاي هاي بحريدي ان وريتك. طب لو عوزتي اي حاجه انا في الاوضه اللي جنبك. شكرا.
ما تروح يا مصلحي تريح لك ساعة ولا اتنين. لا يا سيد دكتور، أنا مش هسيب الوحدة إلا لما حضرتك تروح. طب على العموم لو احتجتني أنا في الأوضة اللي جنبك. أمرك يا سيد دكتور. عندك يا دكتور ولا حركة؟ هنا الضحية يا مجرم منك له من زينب. اتفضل يا دكتور اتفضل. زينب بنت سلطان ابن عمي في الأوضة دي. أنا الدكتور محمد سلطان من وزارة. أهلا اتفضل يا دكتور. اكشف على البنية وشوف أخينا ده عمل إيه، حية ولا راحت مننا. إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده هريدي؟ أنا ما سمحلكش. اتفضل يا دكتور اتفضل، شوف المصيبة اللي احنا فيها وقول لنا رأيك قدام الأهالي كلتها. أحب أقول لك يا دكتور. من فضلك يا دكتور، أنا أحب أقول لك أنا إن احنا دلوقتي وقت العمل مش وقت الكلام. أرواح الناس مش لعبة. أمال إيه؟ البلد فيها نيابة ومحاكم. دقيقة واحدة لو سمحت. اتفضل يا دكتور. ممنوع يا هريدي. خليك معانا يا حضرة العمدة عم معروف. ماني معاك اهو يا هريدي. وهم كنت شايف يعني الحاج سلطان اللي فتح لنا داره مش عاجبه اللي بيحصل ده ابدا. يظهر ان هريدي اتجنن وبدا يخرف. ما تغلطنيش فيك يا اخويا. اسمع الكلام المفيد. اتفضل يا سعادة البيه الحكم باشا اتكلم. ودي كشفت على زينب بنت الحاج سلطان وشفت اللي عمله الدكتور الصغير وكان هيوديها في داهيه لولا ستر ربنا. ممكن اتكلم بقى يا دكتور؟ اصبر شويه يا دكتور اشرف، انا هقول رايي وهتكلم في كل حاجه. بصرف النظر يا جماعه عن كل الظروف اللي احاطت العمليه الجراحيه اللي قام بيها الدكتور اشرف، اولا المكان اللي تمت فيه العمليه في الوحده الصحيه مكان مش مناسب ابدا، واجراء العمليه فيه كانت مغامره خطيره جدا. وعموما هو جازف ازاي انا مش عارف. سامع يا حضرة العمدة؟ الله أكبر، سامعين يا رجالة؟ اتفضل يا سعادة البيه الحكم باشا كمل كلامك. ثانياً، كان في احتمال كبير جداً إن المريضة تموت في إيد الدكتور أشرف وهو بيعمل لها العملية. سامع يا حضرة العمدة؟ سامع؟ الكلام ده معنيته إنك تتحفظ على الدكتور أشرف وتبلغ المركز والنيابة ضده عدل. روح. احلى شنبي شعره شعره. هو فين شنبك دي؟ ده زي. اسمع بس يا تسوق. ايه؟ اما اتصل الدكتور في العمليه دي 5 6 سنين في قرم ده. اما حكايه بنت الحاج سلطان دي فهي حجه وبس علشان يطفش الدكتور من البلد ويخلص منه. اذا كان الدكتور اشرف خفف البنت وعاوزين ياخدوه من الدار للنار، امال لو جرى لها حاجه كانوا عملوا فيها ايه؟ يا سلام يا فلحوس انت، يا سلام يا اخويا، هيبقى الدكتور هوبي فوق ويبقى ايه؟ هرتلك. ايه؟ هرتلك. مالك ملهوف كده ليه يا هريدي؟ هو في طار بيته وبينك وبين الدكتور اشرف؟ جرايه يا جماعه. ايه؟ هو انا قاعد في وسطكم سيمه ولا منظر؟ اصبروا اما نفهم الحكايه ايه. اتفضل يا دكتور، نورنا ربنا ينور عليك. انا مندهش يا حضره العمده للكلام الغريب اللي بسمعه. انتوا عايزين تقبضوا على الدكتور اشرف ومحضرين الغفر ليه؟ هو عمل جريمه؟ معلوم يا سعاده البيه الحكم باشا. الله، ده كان هيقضي على حياه البنت بعمليه السودة. بالعكس يا معلم هريدي، الدكتور اشرف انقذ حياه المريضه زينب سلطان من الموت بعجوبه. يبقى ليه تعملوا كده؟ ده بدل ما تبوسوا ايديه وتكرموه. يسلم بقك يا دكتور. كلام ايه ده يا دكتور؟ كلام ايه؟ انت مش جيت المركز مخصوص يا معلم هريدي عشان اكشف على بنت اخوك واشوف حالتها ونتيجه العمليه الجراحيه اللي عملها لها الدكتور اشرف؟ ايوه صح. طيب يا سيدي، انا بقول ومستعد اكتب تقرير رسمي ان الدكتور اشرف
أدى واجبه كطبيب وكإنسان على الوجه الأكمل، وبصورة تشرف كل طبيب. هو ده المظبوط. هننزل فجر الراجل يا أخواني. يعني اللي عمله الدكتور أشرف دي حاجة كويسة يا دكتور؟ بقول لحضرتك يا عمدة، الدكتور أشرف أنقذ حياة المريضة زينب سلطان من الموت بأعجوبة، وبصراحة أنا بعد ما شفت نتيجة العملية الجراحية يشرفني أهنيه عليها قدامكم، وبدعوه إذا سمح وقته يتفضل يعمل عمليات عندي في المستشفى العام في المركز. أنا تحت أمرك ويشرفني يا دكتور. إيش حالك دلوقتي يا هريدي؟ اتكسفت؟ اتكبست؟ يعني متهقلي بعد اللي سمعناه ده القعدة دي ملهاش لازمة. ومبارك يا حاج سلطان على نجاة بنتك زينب على ايد الدكتور اشرف. خلاص بقى يا هريدي، كفاها بقى. نشوف يا حضرة العمدة. خلاص بقى ناكل عيش وملح مع بعض يا حضرة العمدة. يا فاطمة عن اذنكم يا رجالة. ما تقعد يا هريدي، ناكل عيش وملح مع بعض. ازاي الحال دلوقتي يا انيسه زينب؟ انا شايف بسم الله ما شاء الله انك نورت بيتك وضلمت العياده عندنا في الوحده الصحيه. الحمد لله يا دكتور، العياده منوره بصحابها كلها. يومين ان شاء الله وتبقى عالي العال، وعمرك بعد كده ما هتشتكي من المغص ابدا. على فكره يا انيسه زينب، انا بشكر الظروف انها اتاحت لي ان اخدمك انت والحاج سلطان الخدمه البسيطه دي. ايه التواضع ده يا دكتور؟ حضرتك عملت عمل عظيم وخليت الكل يشهد لك بانك دكتور ناجح. مش قوي كده يا انيسه زينب، لكن على كل حال اذا كان ده رايك فيا فاكيد انا سعيد بيه قوي. ده مش رايها بس يا دكتور، ده راي كل راجل وكل ست في 17 كفر في المحموديه. طب اسمحي لي دلوقتي يا انيسه زينب امشي علشان اشوف العيانين اللي عندي في الوحده الصحيه. انا بكرر شكري يا دكتور. وايه يا انيسه زينب؟ هو انا مش هشوفك عشان تطمن على الجرح؟ بكره ان شاء الله هاجي في نفس الميعاد عشان اطمن على الجرح ده، اذا طبعا ما كانش يضايقك. انا مش ممكن اتضايق منك، وجميلك ده هشيله فوق راسي. ربنا يقدرني وارد لك جميلك يا دكتور. ازيك يا ام علي؟ الله يسلمك. اهدي جرادي عليوه. هو انت مضايقني ولا ايه؟ لا طبعا يا عم درويش. امال ايه حكايتك؟ كل يوم تنط لي ليه؟ اها يعني مش عارف يا عم درويش الموضوع اللي كلمتك فيه. موضوع يا قال موضوع الست زينب بنت الحاج سلطان. ايوه 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 صحيح، الحكايه دي كانت تايهه عن بالي، ان شاء الله هخلصوها. ربنا يخليك ليا يا عم درويش يا رب. بس يا واد خلعت ايدي يخرب عقلك. انا رايحه اطمن على زينب. طب روحي بس ما تعوقيش. حاضر يا ابا. سلمي لي عليها يا لواح. حاضر يا عليو. ما تنسيش يا رباح. ما قلنا حاضر يا ولا. سلام سلام. ايه يا رباح؟ ملاك مساهم كده وسرحان. ايه حدك لا تصير العدوى ولا حبيب؟ مفيش. تكونش فتحت ابوك في حكايتي وقالك لا؟ هو ده وقته برضه عشان افتح ابوي؟ ومش وقته ليه يا سلام؟ الانتخابات وانتهى وسقطت والحمد لله، فيه ايه تاني يا بنت؟ افهمي بقى، ماني قلتلك قبل كده عشان افاتح ابوي لازم يكون مزاجه رايق، وهو اليومين دول محدش عارف يكلمه خالص. يكونش عشان الدكتور اشرف ربنا نصره على ابوك وخلى رقبه ابوك قد السمسمه. سمسمه في عينك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه دي يا بنت؟ حقك عليا يا سلام، معلش لساني زالف.
قولي لي يا بيت، الناس بتقول ايه عن الدكتور اشرف وعن ابويا؟ لا يا اخويا بعدين تزعل. يا بيت لا انا مش هزعل، هو يعني انت بتقولي حاجه؟ دي هي الناس اللي بتتكلم. قولي بيقولوا ايه؟ كل ليله في ناس كتير قوي بتيجي تسهر عندنا مع الدكتور اشرف، وبيكون موجود عثمان سيد احمد والواد علاوي. هو بيقولوا ايه يا بيت؟ يعني بيتكلموا ان العمده خلاص خرج من جيب ابوك. خرج من جيب ابويا؟ يعني ايه يا بيت؟ دهدي واني ايش عرفني، انا بقول اللي بسمعه بس. وبعدين يا بيت كملي. وبيقولوا كمان ان ابوك لو كان عنده دم كان لازم يسيب البلد ويرحل، خصوصا بعد ما رقبته بقت قد السمسمي. وماله كملي. والدكتور اشرف بيقول ان الناس لو حطت ايديها في ايدين بعض لابوك ولا اللي خلفوه كمان هيقدروا يعملوا لهم اي حاجه. بقى كده يا دكتور؟ طيب نهايتك هتكون على ايد انت وعثمان سيد احمد وعلوه كمان. لا لا يا سلام، لا انت مالكش دعوه بيهم خالص. ابوك عنده رجاله كتير يبقوا يعملوا اللي انت عايزه، لكن انت لا يا سلام، اني عاوزاك. بتحبيني يا بت؟ اكتر من عينيا يا سلام، وربنا يشهد. خلاص النهارده ان شاء الله هقرا الفاتحه مع ابوكي، واوام هنتجوز. ربنا يسمع من بقك يا سلام، ربنا يسمع من بقك. عشان كده بقى انا هقولك. تقولي لي ايه يا بيت؟ الواد عليو. ماله عليو؟ بعت ابويا يخطب له زينب بنت عمه. اهلا يا درويش. اهلا بيك يا حاج. خير ان شاء الله؟ لا ده خير قوي ان شاء الله. شوف يا سيدي بقى اصل الموضوع. درويش انت عارف انت عزيز عندي قد ايه، قول انت عاوز ايه بالظبط. في الحقيقه كده يعني بقى من غير كسوف، انا كنت جاي اخطب الست زينب. تخطب زينب لمين؟ والعريس ما جاش معاك ليه؟ والله هو كان هيجي بس يعني خفله تكسفه. واكسفه ليه؟ اذا كان انسان كويس اكسفه ليه ولا ارفضه ليه؟ هو زين شباب البلد وكل البنات تتمناه. قلت ايه بقى يا حاج؟ اقول ايه؟ مش عارف مين قبلك. هو عليوه يا سيدي. مين؟ عليوه، راجل طيب وابن حلال ومفيش حاجه تعيبه ابدا. هو عليوه طيب وابن حلال ومفيش حاجه تعيبه ابدا، انما انت عارف ان زينب بنتي متعلمه ولازم يكون لها راي في الراجل اللي هتتجوزه. لا عداك العيب بقى ما دام قلت كده، بقى لازم تاخد راي الست زينب. عليوه ابو خمس فدادين عايز يتجوز زينب ام 40 فدان من احسن اراضي البلد. طب وماله يابا؟ زمان يا هريدي كان في واحد عنده خمس فدادين اتجوز 50 فدان وبقى سيد البلد، يمكن علاوي عاوز يبقى زيه. وبصراحه كمان يابا علاوي دي جدع ابن حلال، وهو لما يبقى من العيله مش هيقف ضدنا، وممكن كمان يبقى من رجالتك. نجوم السماء اقرب له من زينب، الواد ده مش هيتجوزها ابدا. ليه بس يابا؟ ده انا حتى كان نفسي نتجوز مع بعض. اصل انا يابا كنت يعني عايز افتحك في موضوع جوازي. انت عاوز تتجوز يا سلام؟ مين دي اللي انت عايز تتجوزها؟ انا عارف سلام هيتجوز مين. بصحيح يابا؟ يعني عارف وموافق؟ ربنا يخليك ليا يابا، ربنا يخليك ليا. دي لوحظ. انت هتتجوز زينب. اني اتجوز زينب؟ طب ليه يابا؟ ده انا بحب واحده غيرها وعايز اتجوزها. هي كلمه مفيش غيرها. هتتجوز زينب يعني هتتجوزها؟ Thank you.
سايباني لوحدي ليه يما؟ ساعديني. عايز تسمع رأيي يا سلام؟ ايوه يما. هتنفذ اللي هقول لك عليه يا ولدي؟ ايوه يما. انا مش عايز زينة. حتى لو كانت زينة هتورث من ابوها 40 فدان وكل فلوسه اللي في البنك. ولو عندها مال قارون يما، هو احنا مش عندنا الارض والفلوس؟ وماله يا ولدي، يبقى عندك ارض اكتر وفلوس اكتر. وهو لما عم سلطان هيموت مش هيسيب كل حاجه لبنته؟ ايوه يا ولدي. يعني مش هياخد حاجه معاه يما؟ هياخد عمله يا سلام. طب قوليلي يما اعمل ايه؟ انت مش عاوز تتجوز لواحظ بنت درويش البقال؟ ايوه يما. خلاص روح لابوها اخطبها منه واتجوزها. من غير ابويا ما يوافق؟ انت كبرت يا ولدي ومن حقك تختار. هو عم درويش مش هيوافق عشان هيخاف من ابويا. لازم درويش يحس انك بقيت راجل ولك كلمتك يا سلام. طب ازاي؟ قولي لي يما. لازم الناس دي تخاف منك وتحترمك وفي الوقت نفسه تحبك. ليه بتقولي لي كده يما؟ عايزك تبقى راجل يا ولدي. عايزك تبقى راجل لك شخصيتك ولك كلمتك، ما تبقى زي ابوك يا سلام. مساء الخير يا عم درويش. اهلا عليك. ايه قاعد كنت فين طول النهار ما ورتنيش وشك؟ كنت بشتغل في الارض وقلت يعني وايه يا واد؟ يعني اصل يا عم درويش وايه يا واد ما تنطق؟ وكنت خايف اجي لك بعدين تسمعني كلام يغمني. يخيبك يعني. ايه يعني مش عاوز تعرف ايه اللي حصل؟ ازاي بس يا عم درويش ازاي؟ قول يا عم درويش قول اخبارك ايه فرحني. شوف كده بصراحه الحكايه كده عاوزه شويه تقل وشويه صبر. يعني الحاج سلطان وافق ولا قال لا؟ في الحقيقه يا ابني هو لا قال لا ولا قال اه. يعني نستنى عليه يومين ثلاثه كده لما يشاور البنت ويشاور نفسه وشوف. اسمع بقى، لو كان لك اسم فيها هتاخدها عليه. والله عاد مالك يا هريدي؟ مالك عن زي حبيب امشير وبتنفخ؟ اعمل لك ايه؟ ما انا هطقم الغز منك يا راجل. اهتدي بالله وتعالى اقعد. ازاي يا راجل؟ اسمع من بره ان علاوة ابو امام يطلب ايد بنتك زينب وانه ناوي يتجوزها. بقى انت محموق عشان كده؟ طب ما تحملش. ازاي كنت انا اخوك وابن عمك ما تقوليش؟ اصل يا هريدي الحكايه وما فيه ايه؟ درويش قال لي ان عليه وطالب القرب منك في بنتك زينب. كويس. وبعدين؟ قلت له يعني تستنى مشاور البنت وبعدين ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا حلاوه يا ولاد. ايه؟ وده اللي حصل. ومن امتى يا سلطان كان عندنا بنات بناخد رايهم ونشهرهم؟ لا ما يعني بنات العيله شكل وبنت انا شكل تاني. ليه بقى؟ كان على راسها ريشه ولا كان على راسها ريشه؟ ايوه على راسها ريشه يا ريد. بنتي متعلمه وبتفهم ولازم اخد رايها في الراجل اللي هتتجوزه وتعيش معاه طول العمر. طب وبعدين؟ وبعدين يعني عاوزنا اقول لها تعالي اتجوزي النفر ده تقوم تتجوزه من غير احم ولا دستور. كلام ايه يا سلطان؟ بقى عشان بنتك عرفت يعني كلمتين انجليزي وكلمتين عربي كده تقوم خلاص هي دي اللي تشورها؟ وانا ابن عمك ما تشورنيش. ما هو يا هريد اصل اللي بطل يا راجل بقى بطل. ما تخلينيش اغلط فيك. قال لي شور بنته؟ قال هما كان قالوا يا ستات ولا قالوا يا رجاله؟ يا هريدي يا هريدي يا هريدي اهتدي بالله بس واسمعني. اسمع يا سلطان انت بصراحه كده عريس بنتنا ده لازم يكون لايق لقالتني، لازم يرفع من قيمتنا قدام البلد كلتي. وبصراحه كده بقى اقطع دراعي ان ما كانش الواد عليوه ده طمعان في الاربعين فدان اللي حلتك. فوق بقى واعرف مصلحتك فين. يعني كان المأذون جه خلاص. وكمان يعني عريس بنتنا زينب ده في دماغي. في دماغك؟ في دماغك يعني ايه؟ يعني السلام عليكم.
وهو كله بوقته يا ابن عمي. نعيما سيدي. بس مش نعمي، ايه اللي انت حاطه ده؟ سبرته بتضحك. بس كلامك ده يا اخويا بسون اللي قلته لي واحنا بنحلق ما يخشش النافوخ. الست زينب بتروح كل يوم الوحده الصحيه. قال ايه؟ بتساعد اللي ما يتسمي في تنظيم طوابير الحريم اللي بيعالجهم في الوحده. بس الحكاية دي انت شفتها بعينك دي اللي تقوله من عيتي؟ امال دي انا حتى مش فاهم ازاي هو قدر يضحك على ابوه ويخليه يوافق على كده. دي ما حصل في كفر يا اولاد. بس المرة دي لو رحنا لسين البلد وطلع الموضوع في شينك هنبقى عملنا زي الدبور اللي زن على خراب عشيته. انا بقول ايه يا تسوقي؟ ايه؟ ما تيجي نروح نقول له وهو مخلص ضميرنا من ربنا. امال وهريدي يبقى زي عمي. يلا يلا بيني يلا بيني يلا بيني, يلا بيني. هتقفل على ايه؟ هو حد هيسرقك؟ هو في غيره الهوا جوه؟ ايوه عندك حق. ايوه اخوي يلا. كفايه لغايه هنا يا دكتور اشرف، احنا هنروح لوحدينا. ليه يا زينه ما وصلك زي العاده؟ هو ده احنا معانا مصلحي. لا 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 معلش، علشان خاطري بلاش يا دكتور. طب كفايه مصلحي يجي معانا. طب ليه يا زينب كده؟ انا قلت حاجه غلط؟ لا انت احسن واحد في الدنيا. بس ابويا من ساعه انا ما رفضت الواد عليوه وهو قال لي يعني عليوه أبقى... هو عليوه طلب ايدك يا زينب؟ هو انت يعني مش عارف؟ ما البلد كلها عارفه ان عليوه طلبني بس انا رفضت. عشان كده رفضني اوصلك؟ عشان الناس ما تظنش ان انا السبب، صح؟ لكن صحيح انا السبب يا زينب؟ صحيح رفضت عليه عشاني؟ اخر يوم في عمرك يا دكتور. ابو واحده هجيب دغكم انتوا اللوتين. عيار واحد واجيب دغك يا مصلح الكلب. قسما عظما بالله العظيم ما حد يمس شعره من مصلحي لا تاني يوم يلاقي نفسه في السجن. البلد فيها قانون يا سلام. هنعمل ايه دلوقتي يا سلام؟ قول لابوك ابعد عننا احسن يا سلام. زينب هتبقى مراتي. متأخذنيش يا حاج، ده الحال الوحيد اللي لقيته قدامي، اني اقول لهم ان زينب هتبقى مراتي. ايوه يا ابني، بس سمعة بنتي. خش جوه يا زينب. حاضر يا بابا. يابا الحاج، الدكتور اشرف راجل مؤدب وابن حلال ومنين، والواحد ما يستخسرش فيه روح. يعني يا دكتور، يعني حضرتك لما قلت الكلمه دي كنت يعني ولا مؤاخذه يعني كنت بتورط؟ ابدا ابدا لا سمح الله يا حاج. طب ده انا يسعدني ويشرفني ان حضرتك تقبلني زوج لزينه. لا كل حال، ده الحل الوحيد عشان يقطع اي لسان يجيب سيره بنتي. بس يعني لازم اخد راي زينب في الاول. طبعا يا حاج لازم تاخد رايها، بس تاكد ان موافقتها هتخليني اسعد واحد في الدنيا. مفيش فيكوا راجل اقدر اعتمد عليه؟ خلاص بقيتوا عيال كلكم. ما كنا هنعمل ايه؟ بس انا كنت لازم اقتله يا زناتي. تقتل مين؟ ما هو طلع خطيبها. خطيب مين يا ولا؟ الدكتور يابا خطب زين.
مين اللي قال الكلام الكرب ده؟ ما هي دي الفولة اللي نجيته من ايدينا. وقره من وشه. ياب خلي الدكتور يتجوز زينب ياب، هما رايدين بعض، واني زي ما قلت لك شايف لي شوفه تانية. ولا مفيش حد في الدنيا دي يتجوز زينب غيرك انت يا سلام. لكن يابا أرضنا ولا أرضنا ما تروحش الغريب أبدا. ربنا يعمل فيه الخير. وصلحي طول عمرك راجل، واللي حصل النهارده مش هنساهولك طول العمر. رقبتنا سداده يا سي عم الحاج، ربنا يوفق وتمم بخير عشان نكيل الاعادي ان شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا دكتور. شكر قوي قوي يا حاج. اتفضل يا سيد الدكتور. أبا أبا تعال يا سلام، في ايه يا دناي؟ امال ابويا راح فين يا أم؟ ابوك لسه ما جاش يا سلام. في حاجة يا دنايا؟ انت اتجوزت ابويا ليه يا ام؟ ان ما كنتش اتجوزت ابوك ما كنتش انت هتبقى ابني. قصدي يعني قصدي قصدك ايه يا سلام؟ كنت بتحبيه يا ام؟ ايوه ولدي كنت بحبه وهو كان بيحبني. لا لا يا ام. لا ايه يا دناي؟ اللي ما يقدرش يحب ابنه ما يقدرش يحب حد في الدنيا يا ام. ابوك يا سلام حاطط كل امله فيك يا ابني. ابويا عايزني ابقى زناتي، لكن اني سلام اني سلام اني سلام يا ام. بتقولي يا امه انه كان بيحبك؟ ايوه يا ولدي كان كان. انا مش عايزه اتجوز زينب يا امه. واذا ابوك جوزها لك غصب عنك يا ضنايا هتعمل ايه؟ قلبي هيتقطع يا امه. امك بقالها 30 سنه وهي قلبها بيتقطع. أدارنا أنا وإنت إنك تكون ابنه وأنا أكون أرضه. يا عم ده عيب الحاجات دي تحصل في البلد. دول بيقطعوا الطريق عيانا بيانا. إيه رأيك يا دكتور أشرف؟ والله يا عم ده أنا قلت لك اللي حصل. والتصرف صحيح دلوقتي في إيدك وفي إيد عم عثمان. يبقى مفيش غير إننا نبلغ ضدهم المركز ونوقف هريد عند حد هو وعصابته. يا ريت ده يحصل. عشان اهل ال 17 كف يعرفوا ان ما حدش يقدر يحط العمده في جيبها. على خيره الله الدكتور اشرف هيقدم لك بلاغ ضدهم وانا حمضي معاه، وانت تقدمه للبيه المامور وانا هروح اقابله بنفسي. هو ده الصح يا عمده. ايوه بس ارجوك افهموني صح، اني خايف اسم الست زينه بيجي في التحقيق واحنا كلنا بنعز الحاج سلطان. ايه رايك يا دكتور؟ في دي عندك حق يا عمده، الحكايه دي ما خطرتش ببالي ابدا. فعلا يا عم عثمان. طب ايه الحل يا عمده؟ هاني اقول لكم على الحل.
قادر اعرف سبب تشريف شيخ البلد مكتبي ومعاه العمده. اتكلم انا يا عمده ولا تتكلم انت؟ قول اللي عندك يا شيخ البلد. يا معلم هريدي، انا جاي الفت نظرك ان ممنوع حد يمشي في البلد بسلاح الا الغفر بس. ومين بقى اللي بيمشي في البلد بسلاح غير الغفر يا شيخ البلد؟ زناتي ومغاوري والمحروس ابنك سلام. احب اقول لك لو حصل ده تاني هبلغ المركز. ايه ده؟ انت جاي تهددني في مكتبي يا عثمان؟ انا مش بهددك يا معلم هريدي، انا جاي الفت نظرك بس ان البلد فيها قانون يتطبق على الكبير والصغير، على الغني والفقير. عاجبك كده يا عمده؟ ما هو اللي حصل امبارح ده ما يصحش يا هريدي، هي البلد سايبه فارمل رجالتك حبتين. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اياك تكون فاكر نفسك عمده بحق وحقيقي. ايه؟ ايه يا عمده؟ فوت حالا الحكومه كده هتلاقينا انا عمده. انا اللي خليت الفلاحين ينتخبوك يا فتح الله. تشكر يا سيد، بس مش معناته كده انك انت بتحفي البلد كانها من املاك. تقد الكلام ده يا عمده؟ هتعمل ايه يعني؟ هتاخد الجرار؟ خده يا اخي. هتسحب مكانه الري؟ اسحبه وخلص. كل اللي قلته ده هيحصل، وهخليك تندم على كل كلمه قلتها. ده بيهددني يا شيخ البلد، هديك انت شاهد. ممكن ابلغ المركز عن تهديدك للعمده يا هريدي، وممكن كمان احط الحديد في ايديك، لكن المره دي سماح. المره الجايه مش هيحصل. طيب يا سيد البلد، يلا يا عمده. أنست وشرفت يا دكتور أشرف. أنا مش هلاقي لزينب بنت أحسن منك أبدا. متشكر قوي يا عم. متأكد إن شاء الله إن زينب هتكون في عناية الاثنين. مع ألف سلامة. سلام. السلام عليكم. عقبالك يا فاطمة، عقبالك. إن شاء الله. زينب. أليوة، أنت ما بتكلمنيش ليه؟ ده أنا بقالي يومين ما شفتكش. اللي اتفضى يا سيد دكتور. ياه، اللي اتفضى وكمان يا سيد دكتور؟ إيه. لا ده أنت تبقى زعلان مني زعل كبير قوي. وفي حاجه انت عملتيها عشان ازعل منك؟ لا ده انت كده بالتاكيد زعلان عليه. طب تعالى ندخل جوه. تعالى. ما فيش لزوم يا استاذ دكتور. تعالى بس عشان نتكلم على راحتنا يا اخي. تعالى روح معاه. روح معاه عليه، ما دام اخوات والحاجات دي يا ابني اسمه ونصيب. تعالى عليه. عقبال ما افرح بيك يا لواحظ يا بنتي. هتفرح ياب، وقريب قوي ان شاء الله. معنيته ايه الكلام ده يا بنتي؟ هو حد فاتحك في الموضوع ده من ورايا؟ يوه يابا، هو اني يعني حاوط في قرابيزك العمر كله؟ اهو مسينا اتجوز برضه. صحيح انت بنتي، انما عمري ما فهمتك يا لواحظ. كان واجب برضو تقول لي انك هتخطبها؟ طب قال اخواتي ازاي؟ ما هو انت برضو عليوة ما قلتليش انك بعت عم درويش لعم سلطان. عليوة انت اقرب واحد ليا في البلاد، عشان كده لازم نتكلم مع بعض بصراحه وبدون زعل. قول كل اللي انت عايزه يا سيد دكتور. برضو سيد دكتور، قول ما بدالك يا اشرف. عليوة انا
أنا عرفت إن زينب وأبوها يعني رفضوا طلبك، صح؟ أيوة صح، رفضوني. الست زينب رفضتني عشانك يا أشرف. مش عرفك؟ قلبي بيقول لي كده. أنا عارف إن الحب ده بتاع ربنا، هو اللي بيزرع الحب في القلوب. بس أنا أصل يعني بس إيه عليه؟ أرجوك قول كل اللي جواك. أنا أصل يعني صابت عليها نفسي قوي. مين يا صديق عمري؟ منك ومن الست زينب ومن الدنيا كلها. أنا حسيت إني بقيت زي النملة، ماليش أي قيمة في الدنيا دي خالص. عليوة، لو يريحك إني مش بس أسيب زينب لكن أسيب الكفر كله كمان، أنا مستعد وأقسم بالله. ألف مبروك يا أشرف، ألف مبروك، ربنا يسعدك أنت والست زينب. ما كده الحكاية، أنت كمان يا سلطان موافق؟ أنت يا راجل يا كبير يا عال. طب أفهم يا هريدي، موافقش ليه؟ أشرف في إيه عيب؟ مين اللي يقدر يرفضه؟ طب إيه رأيك بقى؟ إن أنا اللي رافضه، قلت إيه؟ قبل كده قلت على عليه وإن طمعان فيا وفي أرض بنتي وإن مركز العائلي ما يتلائمش معانا فرفضناه. إنما أشرف، الدكتور، مستقبل المركز اللي الناس كلها بتحبه. طب إيه رأيك إن زينب بنتك ممكن تتجوز أي بني آدم في الدنيا دي إلا جدع الدكتور ده؟ لا 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 بقى، لا يا هريدي، دي تحكمات مقبولهاش أبدا. زينب بنتي وانا ولي امرها، انا اللي اقول ايوه وانا اللي اقول لا. ولا عاوز تدخلي بالنار انا كمان؟ يا ابن عمي، انا كبير العيله من بعدك، واظن ان من حقي يكون لي راي. ولا زينب دي مش زي بنتي؟ يا بنتك ما قلناش حاجة، بس يعني كل حاجة بالأصول يا هريدي. يا ابن عمي، يا ابن عمي، ده راجل غريب، غريب عننا وعن البلد كلتي. بتقول يا هريدي أشرف غريب عن البلد؟ هريدي، نسيت إن أشرف مولود هنا؟ نسيت إن أبوه ساب البلد بسببك؟ ومال اشتريت منه فدان ودفعت له تمن يجي بسلامته على اخر الزمن؟ عايزينها في 40 فدان كده بلوشي؟ لكن لا، ده بعده. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمك خالص. جري يا سلطان، فوق لنفسك بقى. ولا ما سمعتش كلام اهل البلد على بنتك والواد الدكتور دي ومشيتهم في الزراعيه بالليل وهم راجعين من الوحده؟ الله، لا 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 لا، عيب عيب يا هريدي، عيب، ما توصلش كده ابدا. اشرف سمعته زي جنيه الدهب، بنتي طرف فستانها يطهر بحر بحاله. عيب عيب النغمة دي. شوف بقى، من الساعة دي بنتك ما تخرجش من الدار. إذا كنت أنت مش قادر تحكمها أنا هحكمها لك. هريد، أنت مالكش شأن بينا خالص. يكون في علمك، سلام ابني لو دري بكلام أهل البلد على بنتك والواد الدكتور هيقتلها ويقتله هو كمان. ويداري عرنا وصحتك هتتحسن ازاي وانت مخلفه 4 و... والخامس جاي في السكه يا دكتور. ما انا شايف. يا امي الكلام ده مش هينفع يا ستي، انت تبعتي لي جوزك عشان افهمه انه ده غلط. هو فين؟ ما راح. ايه، مات؟ لا يا سيد دكتور، جوزها نازل صرمحه في الكف وعاوز يتجوز البنت نوال بنت خيرية. غريبة، ويسيب مراته وولاده ليه؟ وهي كانت فضياله. العيال شغلاه، حتى الغيط ما بتروحوش عشان تغدي جوزها. أصل هو سمع على البنت نوال إنها ما بتخلفش، العزبة راسه ألف سيف، يقعد معاها ويسيبني. ولما أنت عارفة بس إن جوزك ما بيحبش كترة الخلفة
جبت له القبيلة دي كلها ليه؟ أمي قالت لغلبيه بالعياء. ومين اللي اتغلب دلوقتي، انت ولا هو؟ أنا، لكن أعمل إيه؟ نصيبي كده. معلش عشان تتعلمي. الدواء ده هتصرفيه من الاوضه اللي جنبي. حاضر. وعايزك تبعتي لي جوزك هنا على الوحده او عند عم درويش ابو سويلم. هو انا بشوفه؟ انا يا دكتوره خليه يجي قبل. على خيره الله، وربنا يقدرني اصلح بينك وبينه، بس بعد كده تخلي بالك من حكايه الخلفه دي، مفهوم؟ ربنا يخليك يا دكتور، ما يحرمناش منك ابدا يا امير. يلا يا اولاد تعالوا وراي. يلا تعال. يلا عايز ايه منك لوها يا جلابين المصايب؟ لا سوري بقى، حقيقي سوري. سوري يا معلم هريج، بقى اللي بيحبوك وعاوزين راحة بالك يبقى هما برضو اللي جلابين مصايب. عايزين ايه؟ قولوا بسرعة. نخلصك من بوز الاخص. بوز الاخص مين فيهم؟ ما هم بقوا كتير. نخلصك من الدكتور يا سيد البلد. ايه، هتحط له سم في الاكل ولا هتقوله نضربه عيارين في الضلمة؟ لا دي ولادي، احنا بنلعب في السليم، لا سيم ولا رصاص، انما ورق. ورق يا سيدي البلد، ورق. ورق ايه ولا منك له؟ ورق ايه وقلم كوبي وزومبي، ونخلصك من الدكتور يا سيدي الناس. وحن